السلام عليكم يا محمد. النهارده اليوم التاني من الفيرنس. انتوا بعاد قوي ليه؟ ما نقرب كده عشان ايه؟ عشان رؤيه اوسع. طيب يعني قصدي كل ما نبقى قريبين كل ما نبقى انتراكتف اعتقد اكثر امتاعا ليكوا ليا. عموما النهارده ان شاء الله النهارده اليوم التاني. انا ما اعرفش حضرتك الصبح النهارده اليوم هتبقى بعد الظهر في عندنا كذا سيشنز. السيشن الاولانيه هتبقى مفروض بالمونري هايبرتنشن و بالمونري امبوليزم، بس يعني احنا التايم ليمت بتاعنا نص ساعه. هناخد اول بالمونري امبوليزم وبعدين بعد كده لو في ابديتس في البالمونري هايبرتنشن ممكن نتكلم عليها، وبعدين بعد كده هيتكلم الدكتور تامر ودكتور حنتيره وحاجات كتير. تمام؟ بالمونري امبوليزم موضوع من المواضيع المهمه جدا اللي كلنا بنشوفها. الانسدنس بتاعها يعني لو انت فكرت في بالمونري امبوليزم اعتقد وعقبال ما تودينا هاي بس بالمونية انجا او تودينا انتشن بالفيرز كان مهندس كان يطلع بوستر تقريبا لو كل عينينك اللي تحولتهم بوستر غالبا انت مست عينين كتير جدا. تمام؟ لان مشكله البالمونري امبوليزم في التشخيص بتاعها زي ما بتشوف دلوقتي المانيفستيشن بتاعتها بروتين مانيفستيشن مختلفه ومفيش سبيسيفيك مانيفستيشن سواء ديسنيا اكيوت تشست بين والكلام ده كله. زي ما تشوف الانسلين بتاعها مش عالي زي ما تكون متوقعين ان هو دايجنوستيك 100% او حاجه، لا ده الديسنيا حتى بالانسلينس 80% والنون بالمونري امبوليزم تقريبا 50% من عينين الديسنيا. التشست بين بيحصل فيها 20% والنون بيحصل 30%، وبالتالي مش لازم مش هنعتمد فقط على السيمتومز، احنا هنعتمد على بري كلينيكال البري تيست كلينيكال بروبابيلتي. مهم جدا ان احنا نجمع شويه حاجات شويه سيمتومز شويه ساينز. الحاجه الثانيه المهمه في البالمونري امبوليزم ان البالمونري امبوليزم اتسلف ممكن تاثر زي ما كلنا عارفين عشان تاثر هتاثر الكلوت ذات نفسه او الايفكت اوف ذا رايت فيرتيكال مش فقط الايفكت اوف ذا كلوت. الهيمودينامكس بتاعتنا او البري كلينيكال ستيت بتاع العيان مثلا او كارديو لو العيان كونجست هارت فيلير لو العيان عنده ريسبيراتري فيلير وجود البالمونري امبوليزم ديفنتلي حتى لو مايل هيفرق عن في البروجنوزس عن العيان ما عندوش بالمونري امبوليزم وجاله ما عندوش مثلا كونجست هارت فيلير او ريسبيراتري فيلير وجاله بالمونري امبوليزم. فمهم ان انا لما اخد ان كونسيدريشنز في التريتمنت حتى يبقى الريسك ستراتيجيشن بتاعي مش معتمد فقط وجود البالمونري امبوليزم ولا لا عشان اكونسنتريت على البالمونري امبوليزم، لا وجود حاجات ثانيه زي كونجست هارت فيلير ريسبيراتري فيلير كانسر اند سو اون لان ده مهم. الحاجه الثالثه برضه مهمه قوي احنا قلنا الدايجنوز والتريتمنت. السؤال الذي يتبادر دائما الى الذهن فور هاو لونج العيان هيمشي على الانتيبيوتيك؟ هل هيمشي 3 اشهر ولا يمشي 6 اشهر ولا يمشي انديفنت؟ هل كل العيانين هيتعالجوا نفس العلاج هياخدوا فقط 3 اشهر ولا لا؟ كل دي اسئله المفروض ان احنا بنشوفها في عيان بالمونري امبوليزم وهاو تو. انا عندي المشاكل بتاعتي في الدايجنوز في الاول. المشكله الثانيه مهمه قوي في الاسسمنت بتاعي والتريتمنت هل ادي ترامبوليتيك ولا ادي ترامبوليتيك؟ هل ادي بس انتي كواجلانت ويشوف انتي كواجلانت؟ الحاجه الثالثه امشي على الانتي كواجلانت فتره تانية. هو دول اللي احنا هنحاول نتاكد الى حد ما في المحاضره بتاعتنا النهارده ان شاء الله. تمام؟ نرجع تاني دي مقوله مهمه جدا ودوت داتا. لازم يبقى عندي داتا في اي حته لازم اعرف الباترن بتاع المونري امبوليزم والانسلنت بتاع المونري امبوليزم ايه اخبارها لانه دوت داتا لازم عندي ريجستري للداتا بتاعتي ودوت داتا يو ار جاست انذر بيرسون تو ذا اوبينيون. دايما كده تلاقي في اكسبرت اوبينيون كل واحد بيتكلم من البيرسونال فيو من عينين اللي هو شافها بس ما كانوت اكسترابوليت انتو سوليد جايد لاينز كله اكسبرت اوبينيون انا رايي كذا انا رايي كذا انا رايي كذا. لو بدا يجمع الداتا ويشوف الباترن بتاع العيانين لا هياخد جايد لاينز مختلفه. المونري امبوليزم ذا ثيرد كوز اوف مورتاليتي في الكارديو فاسكولار ديزيز بعد كورونري هارت ديزيز و ات ريمين وان اوف ذا ليدنج كوز اوف ديث ديو تو بيربوليوم والبوست اوبرتيف بيبي. هنا بنتكلم على بريجننسي وسيرجري وبالتالي الاثنين دول من ضمن الحاجات الفيري كومن ان انا افكر في العينين ان هو ممكن العين يجيله بالمونري امبوليزم. النقطة ان ذا انسلنس بالمونري امبوليزم تقريبا من 60 ل 70 حالة في المية بس ده بيفرق. هنا السلايد هنا يا جماعه لو احنا شايفين في اليونايتد ستيتس بتزيد الحاله مع ان الدايجنوستيك ابروتش اختلف فتره 30 سنه اللي فاتت انما ستيل الحالات كانت مثلا من 97 كانت 60 في 100000 دلوقتي بقينا 120 في 100000. اسبانيا بتزيد كل ده الانسدنس اوف بالمونري امبوليزمز بتزيد ده شيء مش كويس قوي انما الشيء الاحسن ان المورتاليتي بيقل الانسدنس بيزيد المورتاليتي بيقل.
غالبا المرتبط بالعيادة عشان عندي ارمنتيريوم اوف تريتمنت مختلف كتير ثرومبوليتكس انتي كواجلنت واو اند سو اون. الحاجه الثانيه ان انا بقدر اديتكت ايرلي، اقدر اديتكت ايرلي، وده نقطه مهمه جدا. وبالتالي زي ما احنا شايفين في التراينكر المرتبط تقريبا 26% بدا يقل، وصلنا لغايه 10% يو اس برضه. المرتبط كانت 7% بقينا 4% اند سو. يعني النقطه الاهم ان عندي حاجتين كونتراديكتنت بالايتش اذر، ان الانسيدنس بيزيد، ان انا الحاجه الكويسه ان المورتاليتي بتقل. بالتالي ما دام الانسيدنس بيزيد يبقى لازم ان انا اركز ان انا اقدر اديتكت العينين مين؟ تمام؟ طبعا الثريد الشهير جدا بتاع الانسيدنس اوف هرمون امبوليزم، او ايه اللي بيعمل هرمون امبوليزم، او ايه اللي بيعمل فينا ثرومبو امبوليزم، اساسا الثلاثه الكبار بتوعنا فينس ستيسيس هايبر كوجيرمنتي وفاسكولار ديشن. الفينس ستيسيس ده موجود عين ما اتحركش حتى لو ميديكالي قعد في البيت 3 4 ايام، ده مش اكتر من كده. بعض الاوقات ان هو لو سافر على ترانس اتلانتيك ياخد طياره 10 ساعات او 12 ساعه، عشان كده في بعض العيانين خصوصا الاوبيز ممكن ياخد انتي كواجلانت في العيانين دول كبروفلاكت انتي كواجلانت في فتره الرحله. لو تلاحظوا ان هو دايما كان فيه في السفريات الطويله كان فيه لازم السواق ينزل يعمل عشان الناس تنزل تاكل حاجه او تشرب حاجه او حاجه زي كده. احنا في الاول كنا بنفتكرها ان هو ايه؟ بيتعامل مع المكان، انما بتطلع ولا ده فيري امبورتنت، تمام؟ عشان انت بس تقدر تحرك الرجلين تقدر ما يحصل ما يحصلش حكايه ستيز، وبالتالي يجينا ثرومبوليزم تاني. يبقى مهم قوي سبينا ستيز بريجنسي موبيلايزيشن كلير ترافل وسيرجي طبعا مفهوم. حاجه ثانيه هايبر كوجنريتد بريجنسي يجي برضه مره ثانيه اليوز اوف كونتراسبتيف بيلز انتي فوسفوليبيد سندروم وهندات الثرومبوفيليا والاوبيستي والسموك. يبقى اوبيستي هنا هتعمل سيمنتري لايف وفي نفس الوقت بتتحرك تعمل فينستيزس وبتعمل هايبر كوجنريتد. الحاجه الثالثه الفاسكولار انجن. الفاسكولار انجن في البيرن في السيرجري في الاوبيستي والسموك. وبالتالي اوبيستي في حد ذاته في عندي ثلاثه ريسك فاكتور ان هو يدخل عين في مين؟ فانور انجلز. ستيزس فاسكولار انجري وهايبر كوجنريتد. سموكينج نفس الفكره. سيرجري نفس القصه، وبالتالي مهم قوي الريسك فاكتور فور ديفلوبمنت اوف بارمونيا لازم يبقى في الباك مايند، عشان لما يبدا عيان يشتكي من نون سبيسيفيك سيمبتومز احط رقم واحد بارمونيا ليزم، او تبدا تحط من ضمن مين؟ من ضمن الديفرنشال دايجنوز. بارمونيا ليزم ديفيكالت تو دايجنوز لان زي ما قلنا بالظبط البروتين كلينيكال مانيفستيشن، كلينيكال مانيفستيشن مختلفه والبور سنسيتيفيتي سبيسيفيتي اوف سيمبتومز بالظبط. بمعنى ان احنا زي ما هنشوف بعد شويه هتلاقي السيمبتوم بتاعتنا نون سبيسيفيك، الساينس كمان نون سبيسيفيك. عشان كده مهم قوي ان انا اعمل زي ما قلنا بالظبط بري تيست بروبابيلتي، بس عشان احط بري تيست بروبابيلتي لازم ابقى عارف ايه العيان اللي ممكن اكتر يخش في مين بالمونيا بريزم عندما يخشش. اول حاجه في عمليه السيرجري خلاص زي فراكشر هيب زي الهيب ريبليسمنت زي ميجور سيرجري ميجور تروما وسباينال كورد انجري، كل دول هاف ا فيري هاي ريسك اوف ديفلوبينج بين تروما. المودرن ريسك اللي هو لو العيان عمل العمليه الني سيرجري بس بالارثروسكوبي، لو خد كيموثيرابي، لو حط سنترال فينا سايت، كونجستيف هارت فيلير وريسبيرتوري فيلير، هرمونال ريبليسمنت ثيرابي ومالجنسي وهرمونال كونتراسبشن، كل دول مودريت ديسبوزنج فاكتور فور فينا ثرومبوليزم. ويك ديسبوزنج فاكتور بيد ريسك اكتر من 3 ايام وامموبيليتي انكريزنج ايج والاوبيستي زي ما قلنا والبريجنسي والفي الفاريوس، كل دول اسريت ويز لو ريسك. انما لو لو ريسك وعيان قاعد اكتر من اثنين مثلا اثنين فاكتور بيد ريسك وبريجن واوبيزيتي وما بيتحركش بقاله 3 4 ايام فقصدي الريسك اوف فالمونري بريزن هيبقى عالي، وبالتالي مهم قوي ان انا مين افكر في الفالمونري. طيب هو ايه اللي بيحصل لو حصل ثرومبس؟ المشكله لو ثرومبس بسيطه خلاص اقل من 30% من الفاسكولار من الفاسكوليشن مش هيحصل حاجه. عشان كده في بعض الاوقات ممكن تلاقي مين سب سيجمنتال او تلاقي ايزوليتد ثرومبس بالمونري بريزن وانت بتعمل سيتي بالمونري. هل ده يحتاج ان هو ياخد انتي كواجلانت ولا لا؟ ليها فاكتورز هنتكلم عليها بعد شويه. انما بما ان سيتي بالمونري انجو بنلاقي ايزوليتد سب سيجمنتال بالمونري ثرومبس ذات نفسها. انما لو الثرومبس بدات تافكت او تاوبستراكت من 30 ل 50% اوف فاسكليتشر لا بيحصل مشاكل، تبدا تحصل مين؟ مشكله ان هو بيأفكت مين البلمونري ارتر ورا البلمونري ارتر ورا الراب فنتريكل ما يقدرش يستحمل قوي ان انت تأوبستراكت قصاده اول اوف صار. انما يقدر يستحمل بس على اللونج ران شويه بشويه. ما
recurrent chart, pulmonary embolism, multiple milliliter dilatation, below dilatation, bundle dilatations, ممكن يحصل hypertrophy, bundle hypertrophy, ممكن يفيل لتر. وبعدين red ventricular dilatations, هيحصل ionotropic stimulations with vasoactive media. ده لو obstructed 50% of the pulmonary vasculatures. هيؤدي إلى acute pulmonary hypertension, هيؤدي إلى acute core pulmonary. لو انا لقيت في عيان عملت ايكو لقيت وعيان كان قبل كده هيلثي ما كانش عنده اي مشاكل لقيت ان هو المين بارمري ارت بتاعنا كان سميت البارمري ارت سيستوليك بريشر بتاعي 40 او 50 يبقى ده غالبا فيه اكيوت انسلت موجوده معايا. انكريز بقى افتر لود هيؤدي الى دايلتيشن رايت فينتريكل دايلتيشن انسفشنسي يزود الوول تنشن نيورو هيمورال اكتيفيشن في بعض الهرمونات ممكن تطلع تروبونين ومش عارف ايه تروبونين مايوكاردال انفلاميشن هيؤدي الى increased right ventricular oxygen demand right ventricular ischemia right ventricular contraction يقل. طب ايه المشكله في الرايت فنتركل؟ الاهم الليفت فنتركل ان الرايت فنتركل ده البريلود بتاع الليفت. طب الليفت ما جالوش بريلود هو ما بيتكلمش في افتر لود بسيطه جدا فبالتالي هيقلل الليفت فنتركل بريلود يقلل ستيميك بلاد بريشر يقلل رايت فنتركل كورونري ديفيوجن يقلل اوكسجين ديليفري يؤدي الى كارديوجينيك شوك يعني ارست. وفي وبالتالي البرزنتيشن بتاعي هيعتمد على الثرومبس مش الثرومبس بس كل ما تزيد الثرومبس ولو عنده كونجست هارت فيل لو عنده ديسبوزنج فاكتور ممكن الثرومبس لو هي اقل من 30% تعمل مشاكل انما النورمال 30 ل 50% اوف اوبستراكشن اوف ذا مين اوف ذا بلمونري فاسكوليشن اسوشيتد ويز كل السايكل اللي احنا بنادي عليها ويبقى اسوشيتد ويز هيمودايناميك انستابيليتي مهم جدا. نتكلم نقول ان هو المانيفستيشنز بتاعتنا زي ما قلنا السيمتومز بتاعتنا هي السيمتومز بالمونري انجليزي هي مين؟ ديسنيا 80% من العيانين 60% من العيانين اللي هم ما عندهمش بالمونري انجليزي عندهم ديسنيا تشست بين 52% من العيانين بتوع بالمونري انجليزي كونفيرم عندهم ايه؟ عندهم تشست بين و 43% من النون كونفيرم عندهم تشست اكيد تشست بين سواء بقى ايه؟ لوريتك او سبستيرن الكح الهيموكسيس 11% من العيانين البالمونري انجليزم كونفيرم سينكوبا اتاك سينكوبا اتاك بس ما بتحصلش في مين؟ في عيانين بتوع البالمونري انجليزم انما بتحصل في 11% من العيانين تمام؟ تاكيبنيا ممكن يجي العيان بتاكيبنيا خلاص؟ طب ما هو التاكيبنيا دي موجوده في 70% من العيانين اللي عندهم بالمونري انجليزم كونفيرم و70% من العيانين اللي ما عندهمش بالمونري انجليزم كونفيرم وبالتالي تاكيبنيا نون سبيسيفيك تاكيكارديا نون بعد 26 23 دي في تي 15% من العيانين اللي عندهم بالمونري انجليزم و10% من بعض العيانين اللي عندهمش بالمونري فيفر سيانوزس وبالتالي زي ما احنا شايفين كده ما اقدرش اعتمد على مين على سيمتوم او اثنين او ثلاثه اعتمد على بري تيست بروبابيلتي عشان كده بالمونري انجليزم اندر دايجنوز تقريبا في 80% من العيانين ممكن يحصل بالمونري انجليزم في العيانين اللي عندهم اللي بيعملوا اوتوبسي احنا ما عندناش اوتوبسي بنعملها وبالتالي ما عندناش عارفين الانسيدنس اكشوال انسيدنس اوف بالمونري انجليزم في العيانين بتوعنا ايه. وبالتالي مهم قوي ان انا عشان اكمل في الانفستيجيشن واعرض العيان لسيت بالمونري انج واعرض او فنتيشن برفيوجن سكان او ايكو او ان انا اعمل بري تيست كلينيكال بروبابيلتي وسبورتد بالبلازما دي دايمر ميجرمنت عشان اخلي العيان يا اما يروح البيت يا اما اكمل معاه اعمل له سيتي بالمونري انجو او لو مش موجود سيتي بالمونري انجو اعمل له. يبقى انا عندي بري كلينيك بري تيست كلينيكال بروبابيلتي ده اول واحد سبورتد حاجه ثانيه بلازما دي دايمر عشان اقول هكمل مع العيان ولا مش هكمل مع العيان؟ هكمل مع العيان يبقى عندي سيتي بالمونري انجو او ايكو او فنتيليشن برفيوجنز على حسب الافيلابيلتي اللي موجود عندي وهل العيان عنده كونترا انديكيشن للسيتي برمونيا انجو ولا وهل سيتي برمونيا انجو اجل ولا مش اجل تمام؟ الكلينيكال بروبابيلتي الكلينيكال بروبابيلتي بتاعتنا هتقسم العيانين الى لو انترميديت او هاي كلينيكال هاي مهم قوي ان انا اعمل معاه بلازما دي دايمر ولا ما اعملش بلازما دي دايمر؟ هاي بروبابيلتي ما اعملش بلازما دي دايمر اصلا لان لو عملت بلازما دايمر ممكن تعمل لي مشاكل هاي بروبيلتي بروسيد مباشره لسيتي بالمونري او ايكو او فنتيشن لو انت ميت كلينيك بروبيلتي هنكمل القصه ونعمل بلازما دايمر عشان نظبط الامور تمام. طيب
il pre-test clinical probability, and then إما الويلز يا إما جنيفا أو simplified ويلز أو simplified جنيفا يعتمد على زي ما احنا قلنا بالظبط ده الويلز كرايتيريا. هل في دي في دي قبل كده ولا لا؟ هل هارت ريت أكثر من 100؟ سيرجي أو immobilization؟ هيموكسيس؟ أكتف كانسر؟ clinical signs of DVT أو alternative diagnosis likely أو unlikely؟ ده يعني في الأول خالص كانوا بيقسموا إلى low, intermediate أو high، بعد كده يا likely أو unlikely according مين للسكور بتاعنا من 0 ل 4 فالمون يبوليزم unlikely، وبالتالي هكمل بعد كده على مين على رامب بلازم دي دايبر، يا إما فالمون يبوليزم likely هنشوف إذا كان moderate. ده الويلز سكور وده ريفايزد جنيفا سكور، وهو يا لايكلي يا انلايكلي الدنيا بتبقى مين؟ بتبقى متظبطه. اقسمهم على الاثنين دول، لان هم الاثنين دول لو انا استخدمت حد حاجه يا اما ويلز يا اما ريفايزد جنيفا ومعاهم دي دايما ايه؟ هتفرق معاهم. وهنا ده في البايوميد 2 قال لك طب العينين كلينيكال بروبابيلتي اللو كلينيكال بروبابيلتي هل الانسيدنت بتاع المونيوم بالنسبه عندهم عالي؟ لا. الكلينيكال بروبابيلتي زي ما احنا شايفين هنا كده تقريبا الانسيدنس بتاع البلمونري امبوليزم تقريبا 10%، الانترميديت بروبابيلتي بيوصل لغايه 40 30%، الهاي كلينيكال بروبابيلتي الانسيدنس بتاعه ممكن يوصل لغايه 60 70 80%. فده مهم البري تيست كلينيكال بروبابيلتي هيقول لي يا اكس بوست يا دونت اكس بوست، امشي مع العيان او ما تمشيش مع العيان وايه وريح نفسك. لو انا عملت مع الكلينيكال بروبابيلتي حطيت بلازما دي دايما تمام هيحسن لي كمان المين الدايجنوستيك بروبابيلتي بتاعتي، وبالتالي البلازما دي دايموند تيست لو بروبابيلتي لو او انترميديت خلاص، لو هو نيجاتيف البلازما دي دايموند كفى الله المؤمنين شر دي شر دي، لو بوستيف لا هتكمل. لو هو في الاول خالص احنا قلنا هاي كلينيكال بروبابيلتي ما تعملش الايه؟ البلازما دي دايموند تمام؟ دي دايموند زي ما احنا عارفين كلنا دي ذا اند برودكت اوف بلازمين ميديتد فايبر ديجريديشن، الليفلز دي ار اليفيتد ان ذا ريزلت اوف اكيوت بلاد او الاكتيفيشن اوف ذا كواجريشن سيستم، والاكتيفيشن اوف كواجريشن سيستم زي ما احنا كلنا عارفين دلوقتي انفلاميشنز والكانسر اند سو اون تمام؟ مالجننس انفلاميشن انفكشن ونكروزس اورتيك سكشن وبالتالي البلازما بلازما دي دايما ممكن يعلى في مين؟ في مالجننسي وانفلاميشن وحاجات كتير جدا. انما في اللو ريسك بيشنت نيجاتيف بريدكت بتاع فاليو بتاعته 99%، والبوست بريدكتيف فاليو بتاع والميديم ريسك برضه لو الانترميديت ريسك لو انا عملت بلازما دي دايمر، ولو كمان عملت بلازما دي دايمر بالاليزا السنسيتيفيتي هتبقى بتاعتنا احسن، ولو عملتها في اللو والانترميديت تساعدني ان انا اكمل وقت تمام، ولو عملتها ان ريليشن تو ذا ايج لان هو وبالتالي ايج ادجستد تمام، ايج ادجستد ستادي اللي هو 10 في H عشان لو اكتر من 10 في ال H يبقى في مين بلازما دي بتاعنا مين؟ بتاعنا اعلى تمام؟ تمام؟ في فولس بوستيف فولس نيجاتيف كوز اوف دي دايمر، طبعا نيجاتيف فولس نيجاتيف اللي هو السيمبتوم لو البالمونري امبوليزم اكتر من 3 ايام، لو سمول بالمونري امبوليزم، لو اليوز اوف لاتكس بدل من اليوز اوف الايزا واليوز اوف انتي كواجلانت، كل ده هيبقى نيجاتيف بلازما دي دايمر بس هو فولس نيجاتيف. البوستيف طبعا ممكن يعلى بس في حالات بقى ايه؟ كانسر ومالجنسي وريسنت سيرجري وانفكشن وبريجننسي والايج اكتر من 30 سنه تمام؟ يبقى لازم دي لاين كلينيكال بروبابيلتي ويلز ريفايز جنيفا، يبقى قدرنا ان احنا نفرق ما بين مين؟ ما بين عيان لو او انترميديت او هاي كلينيكال بروبابيلتي، لو 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 الكات اوف يبقى بالموني بوليزم اكسكلودد، لو اباف الكات اوف يبقى هعمل مين؟ سي تي بالموني انجو. سي تي بالموني انجو مهم جدا ان هو الجولد ستاندرد فور دايجنوزنج بيشنت ويز سسبكتد بالمونري امبوليزم. زي ما احنا عارفين طبعا ده البروجريس اوف ذا مين اوف السي تي بالمونري انجيو من 2 سلايس لغايه 64 سلايس و128 و256 حتى في الايه؟ في اليومين دول، وبالتالي الابيلتي تو ديتكت الثرومبس بقى عالي جدا في مين؟ في حكايه السي تي بالمونري. طب انا بدور على ايه في السي تي بالمونري انجيو؟ بدور على الرايت فنتيكل والليفت فنتيكل ريشيو، بدور على الفيو فيلا كيبر ريفلكس، وبدور على ثرومبس بيردن او ابستراكشن ثرومبس ابستراكتد قد ايه او ابستراكتد قد ايه، وهل ده له فاليو ولا لا. الرايت فنتيكل الليفت فنتيكل ريشيو لو اكتر من 9 من 10 يعني الرايت فنتيكل طبيعي 1 ل 3، الرايت فنتيكل 1 والليفت فنتيكل 3، هنا ما يبقى الرايت فنتيكل للليفت فنتيكل 1 مثلا خلاص ده اندبندنت بريدكتور اوف ان هوسبيتال وفي نفس الوقت
ممكن يبقى اسويت مع كلينيكال ديتيريوريشن ووجوده عنده نيجاتيف بريدكتر، عدم وجوده يعني نيجاتيف بريدكتر فاليو 95%، انما البوست بريدكتر فاليو السنسيتيفيتي بتاعته مش قد كده، السبيسيفيت عليه انما السنسيتيفيتي. طيب الانترا بي الفيور فينيكيبل كونتراست ريفلكس بيرجع تاني للريفلكس مين، والفيور فينيكيبل بيبقى فيري دوميننت واضح جدا اسويت برضه انكريز ريسك اوف اول كوز مورتال. هل الثرومبوس بيردن ذات نفسه كان قاعد يقول لك ان انت لو قعدت تدور على الثرومبوس وتقعد تقيس الثرومبوس ممكن يديك فكره ان هو البروجنوز هيبقى ايه؟ في الاول خالص كان يعني it seems very interesting، انما بعد كده قالوا ان هي not associated مع اي كوز اوف مين اوف مورتال. لو شفتها خلاص خير وبركه، انما تقعد تشوف السكور وتقيسها قد ايه مش هي ايه مش كلينيكالي مش هتفرق معاك كتير. تمام؟ في كونترا اندكيشن للسي تي بالمونري انتو في اي عنده رينال فيلير او بريجننسي او الرجي، اعمل ايه؟ اعمل بنتيشن بالرينال مونري سكان وهو ده هيبقى دايجنوستيك للمتعينين بتوع بالمونري. طيب عندي ايكو، طب ما استخدمت ايكو، بس هنا مشكله استخدامي في الايكو ان هو في بعض عيانين هو هنا انا بدور هنا في الايكو على مين؟ بدور في الايكو على الرايت فينتريك. طب ما هو لو الرايت فينتريك النوت دايليت وانا نوت مستقبل، وبالتالي الايكو ممكن ما يدينيش صوره كامله او يديني الوجن ان هو في مين؟ ان هو ما فيش بالمونري انجوليزم، هو اكشولي عندنا مين؟ بالمونري انجوليزم. تمام؟ مهم قوي الايكو، انما هنشوف مهم بعد شويه فين؟ طبعا بقى لو انا لقيته في الايكو هلاقي كده كذا ايه؟ كذا حاجه رايت فينتيكل برضه من ضمن الحاجات المهمه، خلاص ان الرايت فينتيكل الليفت فينتيكل ريشيو بتاعتنا اكثر من واحد، ان في ماكوري ساين في التراكاسبل انيولار لين سيستوليك اكسكيرجن قليل، او ممكن اشوف الكلوت ان ترانزيت كل ده هي بتعدي او هي بتتحرك خلاص، وممكن الاقي بيتا فورم روفان لان الرايت فينتيكل بيبقى بيكون دايليت فيبقى يرجع تاني معني على الرايت اتريوم وبالتالي يفتح ليه بيتا فورم روفان، او الاقي حاجه اسمها 60 ساين او ماكول ان ساين احنا بنتكلم عليها، او رايت فينتيكل اوتلوت لاك على فوليوم فيرستي تايم اندكس، يعني كل دول ممكن يدوني فكره، بس ده عاده مش في مين؟ في المايند او في الانترميديت برو كيس بتاع البالمونري امبوليزم. لو مش افكتنج رايدنج، لو افكتنج رايدنج عاده تبقى عيان اللي هو هيمودايناميكلي انستيبل، وبالتالي مهم قوي ان انا مين؟ او الانترميديت هاي ريسك زي ما احنا عرفنا. تمام؟ وبالتالي انا في الدايجنوزس عيان سسبكتد باسيست بري الكلينيكال بري تيست بروبابيلتي اوف البالمونري امبوليزم. لقيت ان هو انترميديت لو لو الدي دايمر بتاعي هعمله نيجاتيف كف اللهم بيه عشان القدر ادور على سبب تاني للديستيال تشيست بين اللي هو تبقى. لقينا الدي دايمر بوزيتيف هعمل سيتي بالموني او هعمل بيرفيوجن لاين سكان لو تشيست اكس راي از ايه از نورمال. اكسكلودد بريزنت خلاص هبدا العلاج، مش بريزنت يبقى مين؟ يبقى ده اكسكلود. انترميديت برضه هايلي سنسيتيف دي دايمر ونكمل بقيه القصه. لو العيان بقى بري تيست كلينيكال بروبابيلتي داخل بقى انستيبل والشوك ده قصه ايه تاني مختلف خالص عن ايه؟ عن الليل اللي احنا بنتكلم عنه. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ العيان اللي هو هيمودايناميكلي ستيبل بالمونري او سسبكتد بالمونري بوليزم بقى نعمل القصه. لو هو هيمودايناميكلي انستيبل لا قصه ايه؟ مختلفه وهتاخد ايه؟ صوره ايه؟ صوره ابروتش مختلف تماما زي ما بنشوف. تمام؟ وصلنا لغايه التشخيص، شخصنا الى حد ما على حسب الكلينيكال بروبابيلتي، يبقى هعمل مين؟ هعالج. العلاج زي ما اتكلمنا عليه كومبلكس اند شود بي اندفيدواليزد، يعتمد على حاجات على كوموربيديتيز على ريسك فاكتور في ديكومبنسيشن، يعني عيان ده هيديتريت رايت فنتكل هيبوظ ال 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 او عنده بليدنج تندنسي او عنده ريسنت انترا فاسكولار انترا سيرفرال هيموريج، هعالجه زي واحد ما عندوش انترا سيرفرال هيموريج او جي اي تي بليد، قصدي في ريسك فاكتور مش لازم مش كله هيبقى ايه انتي كواجليت، مش كله هياخد ترومبوليتيك ثيرابي، لا في اندكيشن في كونترا اندكيشن ده مهم تو بي اندفيدواليز. انيشيشن اوف برومبت انتي كواجليشن از امبيرتيف ان اول بيشن who do not have contraindication. Pulmonary embolism, anticoagulation, except عندي contraindication. لو انا suspected acute pulmonary embolism يعني ما عندوش hemodynamic instability بنكمل القصه لان هو suspected عنده hemodynamic instability يبقى high risk هيخش في مين؟ في حته ثانيه خالص. تمام؟ هعمل له مين؟ reperfusion reperfusion therapy. طيب الهاي ريسك ده وات داز ات مين ان هو هيمودايناميكلي انستيبل؟ ان هو السيستوليك بلاد بريشر بتاعه اقل من 90 لفتره اكثر من ربع ساعه او 40 ملم مركري دروب او مين فازو بريسر او سام تايمز العين يجيب كارديو بلمونري ارست. تمام؟
وبالتالي مين؟ العيان ده لو ما عندوش كونترا انديكيشن تو ثرومبوليسيس اديله مين؟ ثرومبوليتيك ثيرابي. طب هي ثرومبوليتيك ثيرابي اللي ممكن اديها مين؟ زي ما احنا كلنا عارفين يعني ثرومبوليتيك ثيرابي ان بيشنت ويز هاي ريسك بريزنتنج ويز كارديوجينيك شوك اند اور بيرسيستنت ارتيريال هايبرتنشن ماست بي جيفن. لو انا ما عنديش الحكايه سيرجيكال امبيرتيف. سيرجيكال امبيرتيف يعني مش موجوده في حته كتير، هل موجوده عندكم يا جماعه في الجامعات المختلفه؟ طب كاثيتر ثرومبوليسيس موجودة ولا مش موجودة؟ بحث وبروجكت ايه؟ بحث هو دلوقتي بتوع الفاسكولار شغالين فيه عندنا بتوع الفاسكولار بيخشوا بالقسطرة ثم يعني فاهمني العيان اللي بيجوا دايركت انستيريو بييجوا يدخلوا يخشوا بالقسطرة ويشتغلوا اندر انترفينشن ويدوا نص الثرومبوليسيس فده كاثيتر تاني. طبعا سيرتو كاينيز يورو كاينيز والبي والدي بليز وكل دول يعني ايه ممكن هم ايه يستخدموا انما خلي بالك ان ثرومبوليتيك ثيرابي از تريتد ويز انترا سيرولار هيموج الانسلنس اوف بليدنج عالي وبالتالي مهم قوي ان انا مين يبقى عندي سكور اشوف اذا كان في مين هل العيان ده لايف نو يورو انسلنس اوف بليدنج ولا لا لان هو يعني صحيح بيعدي الستيج الاولانيه بس اما يعدي ويطلع بمين انترا سيرولار هيموج ما اقدرش ان انا اعمله ده بيبقى ايه الدنيا صعبه جدا. الريسك اوف بليدنج اللي هو ايه بالمري بوليزم سيريبرال هيموج سكور اللي هو لو ايج اكتر من 65 سنه بديله 1 بوينت لو في بريفرال فاسكولار ديزيز لو في بريور انتي مايكارديال انفاركشن لو في سيريبرال فاسكولار ستروك كل دول الايتمز بتاعتنا من زيرو لواحد يعني زيرو اقل من واحد اللي هو زيرو بوينت غالبا البليدنج ريسك 1% ما بين يعني 1 بوينت بس 1.2 من 10 2 بوينت 2.4 من 10 اكثر من 5 بوينتس بتاعتنا 17% العين هيبيد هيبيد وبالتالي مهم قوي انا عندي كونتر انديكيشنز في حكايه الثرومبوليتكس استخدم مين؟ استخدم سواء بقى ايه كاتيتر دايركت ثرومبوليسيس او ان ممكن ما عنديش ولا ده ولا ده خلاص اعمل تنسيب واعمل مين؟ واعمل له انفيرجيبر فلتر لو انا قدرت مثلا. ده بالنسبه لمين؟ لاخينا اللي هو هيمودايناميكلي انستيبل. طب هيمودايناميكلي ستيبل؟ قصة تانية مختلفة شوية بمعنى ان الهيمودايناميكلي ستيبل اي هاف تو الدنيا اتليجر بالنسبة لي مفيش حاجة مقلقة فلازم استرتفاي العيان ده هيروح البيت ولا هيتعالج عندي في المستشفى وبعدين لما يتعالج عندي في المستشفى محتاج مونيتورنج عالي عشان ممكن يديتريت فانا مش محتاج مونيتورنج عالي عشان ممكن يديتريت وبالتالي كلينيكال اسسمنت عشان اقسم لحاجتين لو ريسك وهاي ريسك بس هنا مش هاي ريسك بتاع هيمودايناميكلي ان ستيبل لا هاي ريسك مختلف شويه ان انا هنا بشوف الرايت فنتكل افكتد ولا مش افكتد ما هو في الاخر خالص القصه الاساسيه بتاعتي هي مين؟ هي الرايت فنتكل ادابتك ولا مش ادابتك؟ لو مش ادابتك وهي ديتيريوريت ممكن ادخل ثرومبوليتيك ثيرابي مش في الانيشال ليتر وبالتالي هنا برضه كلينيكال اسسمنت يبقى اعمل مين؟ بالمونري امبوليزم سيفيرتي سكور اللي هو بالمونري امبوليزم سيفيرتي اندكس اللي هو الميسي تمام؟ هنا كان قال لك 11 ايتم وبعدين بعد كده قللوها لست ايتمز وقال لك ان هم كل دول الزيرو الزيرو زيرو بوينتس او الايتمز اللي هو بلس 1 اسوشيتد ويز ثيرد داي مورتاليتي 1% لو الثاني لو اكثر من ده المورتاليتي 10% في العيانين اللي هو اكثر من 1 بوينت 10% يبقى مين؟ يبقى ده هاي ريسك اوف مورتاليتي او 1% يبقى ده لو ريسك اوف مورتاليتي قصه مين مختلفه يبقى بس يقدر ان هو ايه اللي هو سواء بقى اللي هو بالمونري امبوليزم سيفيريتي اندكس او سيمبليفايد بالمونري امبوليزم سيفيريتي اندكس اللي هو يديني ستة مين؟ ستة ايتم اللي هو الكانسر موجود ولا لا الكرونيك هارت فيلير والكرونيك سيفيريتي كرونيك بالمونري ديزيز والبالس ريت بتاعنا السيستوليك بلاد بريشر وفي الاخر الاخير اوكسجين دي هنا لو نلاحظ ان احنا قلنا مالناش علاقه مش البرد بس بتاع مين؟ بتاع الثرومبس الاولاني ده الثرومبس والكوموربيدنس بتاع زي الكانسر زي الكانسر زي كرونيك هارت فيلير والكرونيك بالمونري والكرونيك بالمونري ديزيز كل دول خلاص مهم ان انا اخدهم في بالي وانا بعالج مين العيان بتاع البالمونري ديزيز تمام احنا قلنا لو ريسك زي ما اتفقنا غالبا العيان ده هياخد انتي كواجريشن ممكن كمان ياخد يروح لايه البيت طيب العيان الهاي ريسك بقى الانترميديت هاي ريسك ديسكرايب كونفيرم بالمونري امبوليزم هيمودايناميكلي ستيبل والريسك اوف بالمونري امبوليزم ريليتد كومبليكيشن زي العينين بتوع مين؟ بتوع الهاي ريسك بارتنرز. ده عن طريق مين؟ قلنا عن طريق حاجتين المايكاردال انجري والرايت فنتركل ريسك. طب مايكاردال انجري هجيبها منين؟
هيجيبها عن طريق الايه؟ البايو ماركرز تايب. البايو ماركرز اللي هي هتبقى زي التروبونين زي الكاردياك البيتا نيفريتيك تايب التروبونين لان هم الاثنين ريليز من الرايت فنتر. كل واحد لوحده ملوش قيمه. تروبونين حتى لو عادي لوحده ملوش قيمه. بيتا نيفريتيك تايب لو عادي لوحده ملوش قيمه لازم يبقى وذن دياجنوستيك الجوريثم. عشان كده النورمال تروبونين and beta nitrate can exclude high risk patient with a negative predictive value. تمام؟ الاثنين مع بعض بس داخل within السبيكترم بتاع الكلينيكال بروبابيلتي اللي حطيناه في الاول هاي كلينيكال بروبابيلتي لان لو لو كلينيكال بروبابيلتي مش لازم اعمل تروبونين ولازم اعمل بيتا نيتريتيك بيبتايد او اعمل حاجه من الحاجات دي. اتفقنا؟ انما لوحديهم لا مش هينفع. طبعا الهارت تايم فاتي اسيد بايندنج بروتين ايرلي مارك اوف انجري وود فور بروجنوز اس ويل. دول كلهم مهمين جدا ان انا ايه؟ ان انا اشوف العيان خلاص اقدر ان هو هاي ريسك ولا اسيسمنت اوف ذا رايت فنتري اتكلمنا عليه. لا لا ده هنا بقى رايت فنتري ديس فانكشن بايه؟ بالايكو يقدر ان هو يبقى انا هنا مره ثانيه الهاي ريسك بيشنت بتاعي انترميديت يا اما انترميديت هاي يا اما انترميديت لو. انترميديت هاي ان هو في عنده مين؟ في عنده سايز اوف رايت فنتريكل ديس فانكشن وكارديك لابوراتوري بايو ماركر. رايت فنتريكل ديس فانكشن دي بالايه؟ بالايكو. لو واحد بس هو اللي موجود من الاثنين دول يبقى غالبا ده مين؟ ده انترميديت يبقى هاي ريسك بس انترميديت لو خلاص مش محتاج ان انت تعمل مين؟ ولا تعمل رايت فنتريكل ديس فانكشن ولا تعمل كارديك لابوراتوري. انترميديت او هاي ريسك انترميديت لو او انترميديت هاي ريسك الاثنين هستخدم مين؟ انتي بيوتيكشن. انما الفرق ما بين الانترميديت هاي ريسك ده ان انا لو العيان ديتيريوريت لو العيان مونيتور حاسس ان هو بقى مور هايبوكسيك العيان بقى مور سويتي العيان بقى عنده هيمودايناميك لاسابيت ممكن ادخل ثرومبوليتيك ثيرابي كده. الثاني مش هدخله ثرومبوليتيك. يبقى ده الاستخدام بتاع مين؟ بتاع اللو الانترميديت لو والانترميديت هاي. ليه فرقناهم؟ عشان هستخدم ثرومبوليتيك في واحد مش هستخدم ثرومبوليتيك في مين؟ ده اللي احنا قلنا اتكلمنا عليه. اول خالص اكيوت بارمري امبوليزم ذا بيشنت شود بي انتي كواجليتد ولا لا؟ لو مش انتي كواجليتد هعمل ايه؟ في ريفينا كيتر ما عنديش حاجه ثانيه. عيان انا عندي ريسنت جي اي تي لبيت السر ريسنت سيرفر باسكولار اعمل له ايه؟ مش هدي له حاجه ثانيه هديله اركب في ريفينا كيتر فلتر عشان امنع لان هو العيان ده مش يبدا ناكل اسكت العيان ده لا ممكن يجيله مره ثانيه لو عنده دي بي تي يجيله تشارج ستارت انتي كواجيليشن او ثيرابيتيك انتي كواجيليشن لو ريسك بكمل في البيت انترميديت هاي ريسك قلنا ايه كونتينيو انتي كواجيليشن مونيتور اند كونسيدر ريبرفيوجن لو حصل ديتيريوريشن. ده بس الفرق ما بين مين؟ ما بين انترميديت هاي ريسك وانترميديت لو ريسك ان انا بعمل ريبرفيوجن مره ثانيه. استخدم انتي كواجيليشن زي ما كلنا عارفين بالهيبرين او باللو موليكيولار ويت هيبرين او فندبروكس وده الدوز ان هو انا عاده هيبرين انفيوجن والادجستمنت بتاعنا 80 انترناشونال يونت بولس وبعدين بعد كده بزود على حسب الاكتيفيت بارشل فروم والاستين تايم بزوده او اقلله على حسب الايه الجدول اللي موجود عندنا. تمام؟ وده اللو بوليكيولا ويت هيبرين بتاعتنا. تمام؟ استخدمه لفتره قد ايه؟ على الاقل ثلاث اشهر. حلو. ده اخر سلايد او سلايد ما قبل الاخير يعني. تمام؟ استخدم فتره ثلاث اشهر. حلو الكلام؟ حلو. طيب لمين؟ ومد لمين؟ ثلاث اشهر لعيان ايزوليت دي في دي او ريفرسل بروفوك انفكشن، عيان دخل عمل العمليه وجاله دي في دي وخلاص وبعديها بقى كويس ورجع واتحرك وراح لحد سبيله ما فيش اي مشاكل خالص. او عيان ده العيان اللي ريفرسل بروفوك فالان بروفوك اللي هو ما فيش سبب واضح لمين؟ للبلمونري امبوليزم. هديله فترة قد ايه؟ ثلاث اشهر ولا ست اشهر ولا اكستند ولا فور انديفينيت؟ هو ده الكلام اللي بنتكلم عليه دلوقتي. بس هو كانسر اسوشيتد ثرومبوزس از انديكيشنز فور لونج تيرم انتي كواجيليشن عن طريق لو موليكيولار ويت هيبرين. بعض الناس بتقول ممكن دايركت اورال انتي كواجيليشن انما يعني تيل ناو وخلينا لو موليكيولار ويت هيبرين هو الايه؟ الابروف ثيرم الاورال العين الامبروفوكت لو تاني مره حل من نفسه هيمشي ياخد انتي كواجلانت فور انديفينيت لطول العمر. يبقى ده واحد ايه؟ خلصناه اللي هو
سكند فينا ثرومبوليزم اندفنت بيرد. جاله قبل كده وقام بروفوكت وجاله واحده ثانيه يعني فاهمني؟ يبقى الراجل ده هيمشي على ايه؟ هيجيله مره واثنين وثلاث وبالتالي اندفنت ثيرابي لفينا ثرومبوليزم. نيجي بقى لايه؟ للام بروفوكت. هل عنده بليدنج ريسك عالي ولا عنده بليدنج ريسك؟ وبالتالي يبقى في مين؟ ليدنج ريسك. طب اسس الليدنج ريسك ازاي؟ عن طريق مين؟ الريت سكور دوت. في على فكره في هتلاقي في كل ال الموبايلات دلوقتي سواء ميد كالك سواء كيو اكس كل دول هتلاقي فيهم تحاول تاسس الليدنج ريسك. تمام؟ حط دخل البارامترز بتاعتك الريت سكور ده وعلى حسب الريت سكور ده هتشوف اللي هي العين عنده هاي بليدنج ريسك ولا لو بليدنج ريسك. لو هاي بليدنج ريسك الفايده بتاعت الانتيكو اجريشنز هتبقى اوف سايد لان هو ممكن يحصل له مين؟ بليدنج. وانا ما دام انا ما اعرفش البليدنج هيحصل له فين؟ تمام؟ يحصل له سريبرال يحصل له وات ايفر يعني. فعشان كده يتحب ان انت توقف بعد ثلاث اشهر حتى لو دي دايره بتاعه عالي. لو لو بليدنج ريسك بس العيان عايز يمشي على انتيكو اجريشن ودي دايره بتاعنا نيجاتيف برضه ناخد ريفرنس لاين ما دام عنده لو بريدنج لو بريدنج بروفايل وهو انبروفوكت يعني لو عايز يكمل خلاص يكمل مفيش مشكله انما العالي بتاعنا بعد ثلاث اشهر وقف الانتيكواجريشن بتاعك وممكن تميجر دي دايما بعد شهر لقيت الدي دايما نيجاتيف خلاص كده كويس قوي لقيته بوزيتيف ابدا ليه الانتيكواجريشن فور اندفنت فانا يا جماعه معلش ان هو ده الفتره بقى انا قلت ثلاث اشهر ونقعد ست اشهر ونقعد بس من ثلاث اشهر عندي بليدنج عندي هو ام بروفوكت هو ده القصه بتاعت ام بروفوكت لو بروفوكت ريفرس خلاص وقفت بعد ثلاث اشهر ما عندكش اي مشكله خالص كانسر اندفنت لو سكن فينا ثرومبو امبوليزم كمل اندفنت لو ام بروفوكت وانا مش عارف السبب عندي حاجه من الاثنين يا اما هاي بليدنج ريسك ثلاث اشهر وقف لو لو بليدنج ريسك والعيان خايف ان هو يحصل له فينا ثرومبو امبوليزم مره ثانيه يبقى خلاص عنده لو بليدنج ريسك كمل على مين؟ على دي دايبر في النص كده ممكن توقف وتشوف الايه؟ الدي دايبر بعد شهر ايه اخباره؟ لقيته بيعلى ممكن ترجع لقيته قليل خلاص انت مش محتاج ان انت مين تكمل على ايه؟ على الدي دايبر بتاعك. ده انت بيعملش. فاينلي بالموني امبوليزم از ا ميجور كونتريبيوتور تو ذا جلوبال ديزيز بيرن احنا قلنا ثالث سبب للمورتاليتي بعد في الكارديو فاسكولار مورتاليتي ريسك ادابت تريتمنت diagnosis, treatment, follow-up, contribute to a favorable outcome, age-adjusted carbon value للايه؟ للدي دايمر, we increase the dimer specificity, we قلل overuse of imaging procedure and overdiagnose of pulmonary embolism and thank you. لو حد عايز يسال حاجه يسال لو مش خلاص كده كده